ليالي هذا يعني. نحن بلشنا باستعراض المقاطع الصوتيه للنواب من لما بلشوا يحكوا بالقانون 2017 صحيح. 2017 في اشياء قبل، في سرديه ثانيه قبل، بس نحن عم نحكي من لما بلشوا يحكوا انه بدهم يعملوا قانون من زمان وبدهم هن يزيلوا التعديات على الاملاك البحريه. بس يعني كان في عقبات كثير بوجههم، هن نيتهم حسنه، بس انه بدنا نبلش اذا بدنا نحكي على القانون رياض بننتقل لحتى نشوف مع المشاهدين انه من 1925 في القانون يلي بيقول بالماده الاولى منه انه الاملاك العموميه شو هي؟ هي جميع الاشياء المعده بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع او لاستعمال مصلحه عموميه وهي لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن. بالماده 2 حتى شاطئ البحر حتى ابعد مسافه يصل اليها الموج في الشتاء وشواطئ الرمل والحصى والى اخره، يعني شو عم نحكي؟ عم نقول انه محل ما بتوصل الموجه بالشتاء مش بالصيف، بالشتاء هي أملاك بحرية ممنوع حدا يملكها، ممنوع حدا يتعدى عليها. بيسمح هون عم نحكي بقانون 1925 يمكن للدولة أو للبلديات أنه ترخص على أملاكها العامة بصفة مؤقتة قابلة للإلغاء ومقابل رسم معين، يعني صفة مؤقتة وبرسم معين، بإشغال قطعة من الأماكن العامة إشغالا شخصيا مانعا لسيما إذا كانت المسألة تتعلق بمشروع ما. تمنح إجازات الإشغال المؤقت لسنة واحدة يمكن تجديدها، تكون إجازات الإشغال المؤقت قابلة للإلغاء. هيدي بال 1925، يعني ما في حدا يكون عايشة بالأملاك البحرية وضمنها وإخدها خاصة وإلى آخره. وطبعا في حق الوصول للبحر يلي هو مضمون لللبنانيين ولكل حدا بكل العالم، ممنوع يكون في حدا بيمنعك من أنك توصل على البحر، بس للأسف على كل الشاطئ اللبناني في أشخاص وقحين، والوقاحة اللي تعلموها هي بظل غياب هذه الدولة، وسكروا الطريق وسكروا المرور للبحر بوجه ثلاث ارباع اللبنانيين، إلا شواطئ قليلة عم بيجربوا ياخدوها اليوم، ولكن في بعض الأشخاص حيبقوا مستمرين بوجههم. منكفي للقانون 1966 هون للمرسوم، المرسوم رقم 4810 نظام إشغال الأملاك العمومية البحرية، يلي بيقول الأسس العامة المفروضة بحال السماح باستمرار الشاطئ البحري، يجب أن يكون المشروع المنوي القيام به صفة عامة وله مبررات سياحية إلى آخره. مننتقل للمفيد يلي هو بال 2017 وهيدا هو القانون اللي عم نحكي عنه، القانون رقم 64 يلي حكي بالمادة 11 حول معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية، البدلات المترتبة والرسوم المفروضة على المخالفات لمعالجتها. عم نحكي بالقوانين بس لحتى تكونوا عارفين كل القوانين اللي حكيت عن هذا الموضوع، موضوع الأملاك البحرية. تلخص موضوع القانون رياض 2017 شو بيقول هذا القانون بتلخيص جدا بسيط، بيقول القانون كأنه الدولة تأسست أو تأسست هذه الجمهورية اللبنانية بواحد واحد 94، يعني ما بعرف كيف شرعوا هذا القانون، قال كل شيء قبل 1/1/94 قابل للتسوية ويدرس ملفه، أما كل شيء بعد 94 لما تأسست الجمهورية اللبنانية غير قابل ودغري بتصادروا الدولة من بعد ما تحط عليه رسوم. يعني التجاوزات اللي قبل 94 نحكي فيها، ايه مندفعهم رسوم عليها ومنعمل درس للتسوية اللي بعد 94 بنقمعها. ايه صح، لأنه عم قلك الجمهورية تأسست ب1/1/94، يعني أول رئيس جمهورية كان بال 94 للبنان، يعني ما بعرف مين بيشرع ومين هالقد يعني فتحة لزمانه، بس لأنه عارفين مين متعدى قبل ال 94 ومين صحيح. من هون بنصير نفهم منين بيطلعوا بهالابتكارات اللي ما خطرت على بال حدا. على كل سمعنا كل هالتصريحات، ما في فريق سياسي الا ما قال اوف عمل انجاز ونحن حطينا على الاملاك البحريه رسوم. بعدنا لليوم للاسف حتشوفوا كيف الرسوم اندفعت اكثريتها او بالاحرى ثلاث ارباعها، عم نحكي برسوم جدا قليله اندفعت قبل الازمه، ولكن كل الرسوم اندفعت لما صار الدولار 80 و90 و100 الف، لانه هن عارفين شو عم بيعملوا للاسف. فمنشوف كيف هن استفادوا وكيف الدوله سامحت لهم يستفيدوا بهذا، سددوا الغرامات اللي عليهم طبعا بالازمه الاقتصاديه، بعدين هن الغرامات عليهم على 1005 والرسوم المترتبه عليهم رسوم الاملاك البحريه على 1005 راحوا سددوها، على رغم انه عم بيسددوها بعد 30 سنه و25 سنه راحوا سددوها على ال 1005 على ال 100 بس شفتك على عامل شيء مقارنه بين 2017 على 1005 على ال سددوها على ال 100 ألف وعلى ال 90 ألف هلا بالقبل إيه بس سددوها هي بعد سعرتها على 1005 أوكي. شفت عامل مقارنة عليها. بين 2017 رح نوصل للمقارنة أوكي. بس خلينا نبلش لأنه بدنا نحكي كمان بالرسوم هيك بتصير أوضح للناس أنه كيف دفعوا وقد دفعوا. فمنكفي لنشوف
اليوم وضع وزارة الأشغال طبعا في كتير شهور بكل الوزارات، بس حأعطي اكزامبل صغير من ضمن كل الشهور الموجود بالوزارة الأشغال، مش هيدا هو بس. منشوف انه مصلحة الأملاك العامة البحرية عندنا كل هيدا بيحكي يعني شو هي لازم تكون فيها، شو لازم يكون فيها قد ايه العدد. نحن اليوم شو في عندنا بالوزارة؟ فقط رئيس مصلحة لا غير رياض. تخيل هيدي المصلحة كلها سوا، عندك بس رئيس مصلحة وكله شاغل. منشوف شو هي، وهون كمان دائرة المنشآت، دائرة استثمار الأملاك العامة البحرية. يعني تخيلوا أنتوا قال كيف بدهم يديروا الأملاك البحرية، هن سكك الحديد تركين لهم موظفين، بس الأملاك العامة البحرية عندك بس رئيس دائرة. يعني ما عندك محل بالمراقب تحت حاطين 17. لا هيدي الأرقام اللي لازم تكون، هيدا أنا ما عم بقول هيدا واقع، عم بقول لك هيدا المرسوم يلي هو فيه شو لازم يكون، أو التنظيم يلي لازم النظام اللي لازم يكون فيه هيك أنا عدد. عم بحكي بالتاني خالي. إيه لا ما خص، هولي قبل عم بحكيك هلا الواقع اليوم. ونحن هاي المعلومات من وزارة الأشغال جبناها، مش عم نحكي تحليل. دائرة المنشآت والصيانة، دائرة استثمار الأملاك، إذا فقط عندنا رئيس مصلحة للأملاك العامة البحرية ورئيس دائرة استثمار لا غير. فواقع أنه قد ايه قادرين ندير ونشوف الأمور المتعلقة بالتعديات على الأملاك البحرية. وطبعا ليك قد ايه في عندك مهام وصلاحيات للمصلحة إلى آخره، يعني من المواضيع عندك دائرة الاستثمار كمان، هيدي كلها عم يشوفوها المشاهدين، هيدي كلها صلاحيات ومهام الدائرة يلي بس مبنية على شخص واحد اليوم. فكيف شخص واحد عنده كل هالصلاحيات والمسؤولية؟ ما لا هو ما بيقدر يقوم فيها كلها، بدنا شهور نعبي هيدا الشهور بناس كفؤين. منشوف إذا وضعية التعديات على الأملاك العمومية البحرية حسب المسح الرسمي، هيدا ريزيومين عملناه يعني مثل ملخص عن الموضوع. إجمالي التعديات هو لحديت هلأ مش التعديات الحقيقية، إنما التعديات يلي أثبتت بمستندات رسمية. التعديات اللي أثبتت بملفات رسمية هي 1068 تعدي. التعديات التي لا يمكن تسويتها عبر إصدار مراسيم إشغال مؤقت وفقاً لأحكام القانون 63/2017 هي 1022 تعدي رياض. يعني تخيل من أصل 1068 عندك 1022 ما لا يمكن بأي طريقة أنه يتم أنه هن ياخذوا على يكون يمكن تسويتها. منشوف نوعه، عندك سكن 306، سياحي 146، زراعي 2، صناعي 24، تجاري 41، ومختلف هو 11 بحسب الإحصاءات اللي انعملت. عدد المخالفات على مراسيم الإشغال، لأنه هو في بنعرف نحن في 77 مرسوم انعطوا، في 20 مخالفة أيضا على مراسيم الإشغال. وعدد المعتدين يلي ما قدموا لطلب تسوية بحسب القانون هن والإخلاق 509 من أصل 1068. من كفي لنشوف عندنا 431 تعدي ما بيستوفي شروط المرسوم 4810 يلي هي 142 سكن، 190، 19، 41، 18، 8 و23. لا بس أنا حتى أكون بس بين السكن إذا عم يشوفون. منشوف 26 تعدي فقط، يعني كل التعديات اللي ذكرناها اللي هي 1068 تعدي هول رسميا، عندك بس 26 تعدي بحسب القرارات الرسمية هي فقط قادرة أنه تحصل على مراسيم إشغال لا غير. 26 بيتقسموا بين 10 سكن، 7 سياحي، يعني رياض كل السياحي اللي عم نشوفه على الشاطئ اللبناني فقط 7 منه قادر يكون عم يحظى اليوم بمرسوم إشغال لا أكثر ولا أقل، 5 زراعي و4 صناعي. يعني 26 تعدي بس قابلين للتسوية، بظل طبعا تقدموا بكتير طلبات تسوية وعم نشوف تقدم عدد كبير، بس هو هيدا وعدد آخر همه الدولة وما قدم بشي أو هالقد يعني حابب يكون عم ينهدله أو يتصادر، ما بعرف إذا هو هالقد مسامح. من كفة منشوف 61 تعدي حصل خلال العامين 2011 و2012 غير قابل للتسوية طبعا إطلاقا، بس مش يعني فقط حصل 61 تعدي بال 2011 و2012، هيدا قدروا يثبتوها من خلال يعني وقتها وزارة الداخلية والجيش، يعني قدروا ثبتوا هالتعديات اللي هي 61 وصلت لوزارة الأشغال. فإذا هيدا هو بشكل رسمي إذا بدنا نحكي بالأرقام. منشوف إنه ملخص المخالفات عن الأملاك العامة البحرية في ناس فيها ما بيملكوا عقار أو بيملكوا عقار خاص متاخم. منشوف هيدا العدد اللي هو فقط 26 اللي حكينا عنه اللي هو بيستوفي الشروط. منشوف 431، 530، عم نشوف المساندات الرسمية بس لحتى ما تفكرونا أن نحن مخترعين الأرقام من عنا، طبعا ما منخترع أي شيء من عنا. منشوف هون هول مهمين كتير، يعني تخيلوا درجة عدم أن نحن مش قارين الدولة، هيك هن بيفكروا.
أخذوا مراسيم إشغال، يعني بدل ما يشكروا ربهم والله حصلنا على مراسيم إشغال، كنا قوية عنا علاقاتنا إلى آخره، اتعدوا على المسموح لهم بمراسيم الإشغال وزادوا تعدياتهم. يعني مساحات زيادة. طبعاً مساحات زيادة، ومنشوف إذا بدنا ناخد بالأسماء عنا بطرابلس بالبداوي عبد الرزاق الحجي، شركة بالما السياحية وما أدراك يعني بالما، وعندك للسليناس وشركة الزيوت وكيماويات لبنان، وكلهم عندهم تعديات شركة كيما إنه يعني عندك إضافة للتلوث تعديات على الهواء، عندك تعديات على البحر والأملاك البحرية، طبعا عندك طبرجة بيتش، نادي اليخوت، شركة مركز نهر الكلب. هول عم نقول أسمائهم كلهم لأنه هول يعني بدل ما أقولوا الله رحمنا جبنا مراسيم إشغال، لا هيدي هون الوقاحة الكبرى، مشان هيك أنا عم بذكرهم. عندنا مثلا شركة غاز الشرق، عصام جميل الجميل، يعني عم بتشوفون رح أقربهم هيك كرمال يكونوا واضحين، ميديترينيان كومباني، عصام وروجيه جميل الجميل، شركة بالعربي مكتوبين يعني عم بتشوفوهم كذا كلياتهم، شركة صناعية للغاز، سركيز دمرجان، واصف نصار، سبورتينج كلاب إلى آخره، كل الأسماء شفناه هون وفيكم ترجعوا تشوفوهم على اليوتيوب، لأنه طبعا ما بدي حد يكون سقط سهوا أي من الأسماء العظيمة يلي تعدد بحسب الأوراق الرسمية. ننتقل لهون، ما زال عم نحكي على 2011-2012، هون بوقتها كمان كانوا عم بيجربوا بفترة من الفترات شو يعملوا مرسوم ليغطوا تعديات آيشتي. يعني أنا بفهم شخص معتر بيقول لي والله أنا يمكن خلقت متعدى بي على البحر ما قدرت أدفع الرسوم، بس آيشتي إذا باع بليزر فلانيل يعني تقدر تدفع كل الرسوم، خصوصي هلأ بالأزمة. بس ولكن حتى وضعه رياض ما قادر يكون عنده أي تسوية، يعني عنده تعدي كتير كبير ملفه بوزارة الأشغال، يعني بدنا نرجع ندقق فيه أكتر وأكتر لأنه يعني نازل تحت البحر، بدنا نلاقيها للأسبوع المقبل كمان حنكفي وندقق بملفه أكتر وأكتر، لأنه حدا بيقلنا عنده عقار خاص شوي صغير، حدا بيقلنا ما عنده عقار خاص، وما بعرف كيف عنده عقار خاص وفي الأوتوستراد يلي هو يعني نحن بننزل من الأوتوستراد لنفوت على آيشتي، ليلي بيفوتوا على آيشتي بيعرفوا كمان كتير بهيدا المحل. فكيف يعني محلات هالقد عم بتطلع مصاري وهالقد مع مصاري، وما تتهمونا بالطبقية يعني، بس عم نخبركم الموضوع مثل ما هو. لا بس هو لا بس كمان مش مقبول، يعني مش مقبول محل هالقد بيعمر وبيكبر والى اخره واليوم عم بيروحوا يعني ياخذوا من الشعب المعتر ضرائب، يعني ما بيصير هيدا الشيء. فمن هون من هيدا الموضوع وفي مثله كتار، بس لانه بوقتها كانوا عم بيجربوا يعملوا له مرسوم لهيك نحن عم نذكره. من كف لنشوف كمان بال2012 وقتها الوزير يوسف فنيانوس جرب انه بهول القصص اللي وصلت له اللي هي ال61 تعدي، جرب يبعث لهم كتب ويروح فريقه يشوف انه طيب فريق وزاره الاشغال طيب كيف صايره هيدي التعديات وقديه بدهم يقيسوا تيشوفوا شو التعديات الجديده اللي صايره. بيروحوا منشوف هون بالتفتيش المركزي تعدي على الأملاك العمومية البحرية من قبل أصحاب ومشاريع وبلاج لحكيم وشركة بالما السياحية ونورس مارينا وشركة نصر ميرامار، يعني معروفة أقرباء زوجة الأشرف ريف الوزير السابق يعني. صح. أوكي تم تنكون عم نسمي الكل أحسن ما كمان نغيب حدا. هذه الأشغال تعتبر تعديا على الأملاك العمومية، وحيث أنه هون المهم، حيث أنه هي من 2012 عم بيمنعوا، تم منع الموظف المسؤول من الدخول إلى هذه المشاريع للاطلاع على طبيعة المخالفات وأخذ القياسات اللازمة لتنظيم محاضر الضبط. من بعد هيدا المنع ومن هيدا الكتاب رجعوا سمحوا لهم وحطوا يعني رسوم، بس طبعا هذه الرسوم يعني ما حدا قرب يدفعها إلا إذا هلأ حبوا يدفعوها بال2021-22 بالبلاش، بس بالمستندات اللي معنا ما بين انها اندفعت. وعم نشوف هون الميرامار والبالما، يعني انت عم تحكي غير آيشتي في هول طبعا كنفس الشيء نفس الخانة هون، لانه هول من الكتابات اللي اكد الوزير بوقتها وعبد الحفيظ قيسي المديريه النقل اكدوا انه هن منعوا من دخول، يعني انه مش بس تعدي، حتى بمنع الدوله اللي انا متعدى عليها انها تفوت تشوف قد ايه متعدى عليها. فهيدا الاكزامبل لحتى نكون عم نحكي بكل الموضوع. طبعا المراسيم حكينا عن 77 من ضمنها اخيرا بال2018 مرسوم اعطى سريعا رح اشوف ل داني خوري، ومرسوم ايضا بال2018 ما غيره وبال2018 اعطي لجهاد العرب، يعني اخر شخصين حظوا بالمراسيم بلبنان بال2018 كانوا جهاد العرب وداني خوري. شو اللي عملوا كب زباله ولا غير شغله هولي بالعقارات
ولا غير شغله؟ لا حتى شوف انا لاني ما بدي شفتك مستعجل عم بروح خلي وزاي هول معروفين لانه حكى عليهم كثير هول. لا هول لانه سياحي بس قلت لاتاكد احسن ما يكون شيء اوكي. ونادي صحي وسناك وتجهيزات سياحيه. هول جزء من الصفقه التسويق الرئيسي هول المراسيم يعني. على البيعه ما لها علاقه ابدا بس عم بتاكد احسن ما نكون عم نحط شيء غلط. على البيعه لا على الاكيد هول ما لهم علاقه بموضوع النفايات. لا هو على البيعه بقول لك. ما بعرف هيك انت ادرى. هون خلينا نروح لنسمع صبية هي من الأشخاص الناشطين يلي اشتغلوا لحماية شاطئ آخر هلأ جديد بال 2023. شو صار مع شو قالت بهيدا الفيديو؟ بنحب نعلمكم مثل ما عم نشوف بالصور انه بفضل مساعي ومثابرة الحملة والضغط الشعبي وصلنا وحققنا أول خطوة. الإنجاز الأول هو أولاً صدر قرار بإزالة كل التعديات عن شط أبو علي. إذن هون الوزير علي حمية ومدير العام أحمد تامر بوزارة الأشغال أصدروا قرار، وهون نحن كنا تابعنا وأنا تابعت معهم مع الوزير الأشغال، وكان يعني يعتبر إنجاز لوزير الأشغال إنه عمل هذا القرار يلي هو هدم تعدي بأبلاك بحرية، تعدي ما له طعمة على البحر. العبرة بالتنفيذ. العبرة طبعاً هيدا اللي عم نقول، العبرة بالتنفيذ. خلينا نشوف شو عم بتقول صدر قرار بإزالة شو لحتى تشوفوا هيدا شاطئ أبو علي بكفر عبيدة بالبترون. أوكي عم نشوف هون بالجوجل إيرث منشوف عنا هيدا، إذا بتطلعوا هيدا العقار 78، يعني هو على الأوراق عقار خاص. بدنا ندقق أكتر لنشوف كيف عقار خاص إذا فضلي عن القطس، يعني على كل هيدا موضوع تاني. ال 78 عم نشوف هيدا هو العقار. هيدي الشالي يلي كل شوي صارت تكبر وتكبر هي بالأملاك البحرية تماماً، ما خاصة بالعقار 78 يلي هو بملك الشقف اللي زياد تحت الأوتوستراد زياد باسيل، ومنه تيار وطني حر، يعني مش عم أقول زياد، هو اسمه هيك، شو بدي غير له اسمه. اسمه زياد باسيل، هو من جبيل مش من البترون كمان للدقة. أوكي فإذا عنا هيدي الشلي، هيدي الشلي اللي قال وزير الأشغال ومدير العام أنه هيدي لازم تنهد ولازم تنزل على نفقة صاحبها، لأنه أساساً قدم قال على تسوية مع أنه ما بعرف ما عطيهم مستندات، ما برر، عطيه مهلة، ما استفادوا بشيء. ومنشوف هون القرار بكل وضوح، حضرة السيد زياد جبران باسيل طلب إزالة التعدي وكافة الإنشاءات الموجودة ضمن الأملاك العامة البحرية المتاخمة للعقار 78 إلى آخره. عم بيقول مثل ما سمعنا من ماجي نجم بالفيديو أنه هو لازم أنت تزيله خلال مهلة شهر، باقي من الشهر أقل من تقريباً 6 أو 7 أيام. أوكي منشوف هون شو قدم، كيف كان عم بيتعاطى مع الملف. شفنا ال 78 وين رياض والشاليه وين، منشوف أنه هون السيد زياد جبران باسيل عم بيعمل عقد أجار مع سيدة يمنى رزق اسمها. بشو بيقول بالعقار؟ ليكو الأجار كيف عم بيأجروا الأملاك البحرية. لما كان الفريق الأول يصرح أنه يملك كامل العقار رقم 78 من منطقة كفر عبيدة العقارية، وهو عبارة عن أرض مشيد عليها شاليه. كيف يعني أرض مشيد عليها شاليه؟ شاليه بالرملات، شاليه بالأملاك البحرية. أنت شو عم تقول؟ عم تقول أنا عم أجر 78. فهون رياض كتير مهم، والأجار عم بيكون سنوياً والله يزيدهم 50,000 دولار للمستأجر. يعني أنا عم بجي أجر سنوياً 50,000 دولار للمستأجر، وهيدا عم نحكي هلأ بالأزمة، هيدا العقد بالأزمة، مش عم نحكي عن عقد بعقار للدولة اللبنانية. صحيح يعني هون عم نحكي ب2021 رياض، مش عم نحكي بال 50,000 دولار على أيام الألف وخمسة. فإذا عم بأجر أنا أملاك للدولة وعم خبرها للمستأجرة أنه هيدا بأرضي، يعني 78 مش فرق، مش مشكلة بيناتنا. طيب على كل أوكي وصلت العالم عم تسأل، يلا ما أنا بدي وصلهم. طيب ما خلينا نقطع بالأول لحتى يوصلوا العالم ناطرين السياسيين. ما على الوقت، على الوقت ما تعترها. هون بدي أتوجه للوزير علي حمية، يعني بعرف قدي بدك تعمل مسح وقدي عم تشتغل على المسح، واشتغلت على إضافة الرسوم، مش إضافتها على تحويلها للدولار لأنه بعدها نفس النسبة، بس أنه أفضل ما يدلهم عم يدفعوها على 1005. بس عن جد أنا بدي منك استفسار، وبتمنى إذا كنت عم تسمعنا لأنه قلت لي يمكن مشغول أو خارج، طلبنا منه مقابلة وهو طبعا رفع. قلت لنا أنه خذوا أي معلومة بدكم، بس أنه ما قادر أكون طالع معكم بالحلقة، بس إن شاء الله تكون قادر ترد على هيدا الشيء بعد وقت تسمعه. كيف يعني؟ هل معقول يعني اللي تعدوا على البحر علموا البحر يتعدى؟ يعني ما بعرف إذا هيدا السؤال في عندك جواب عليه، لأنه من هيدا المستند ليه عم بسأله لهيدا السؤال.
احضروا معي. جانب شركة الدامور 850 طلب الموافقة على استرداد، عم تطلب من وزارة الأشغال طلب الموافقة على استرداد أو إعادة ردم العقارات 1814 1818 1824 832 26 و28 من منطقة الدامور العقارية. عم بيطالبوا رياض بأنه يستردوا من البحر أرضهم، عرفت كيف؟ وبعدنا عم نشوف من ال 1925 يعني هو البحر اخر موجته ضربت الموجه تبعه بدنا نرجع نردم البحر لنسترد ارضنا، مع انه من ال 1925 شفناه انه لابعد مطرح بتوصل له الموجه هي املاك بحري. يعني ما بعرف عن جد انه بال 2023 يا جماعه هيك موضوع ما بقى، يعني اذا في تبرير حضره الوزير يعني بركي قصدهم انه بال 25 لما صدر القانون والله ما كان البحر شاطح لوقتها، بعدين جذبيه الامر شو بعرفني عم حاول لا صدق انا عم حاول لاقي تفسير انه ممكن يكون عمليات المد والجزر هلا يعني اوكي. طيب جانب شركة الدامور اذا طلب الموافقة ب 19 ايلول 2022 اوكي منشوف انه الى اخره، وبعد الدرس والاطلاع على المستندات المرفقة منها كفالة مصرفية والى اخره استرداد العقارات، صار في موافقة من وزارة الاشغال بانه ايه اوكي مش مشكل روحوا استردوا من البحر هالعقارات. انا عن جد بحب اذا هيدا الموضوع عم نطرحه لانه غريب كتير، يعني حتى سالنا في اشخاص اشتغلوا فترة طويلة بوزارة الاشغال واشخاص معنيين بمتابعة هيدا الملف قالوا لنا هي اول مرة منشوف هيك كيس نسترد من البحر الأرض. يعني صراحة ما بعرف إنه بركي إنه طبيعة الدامور عن جد ما بعرف إنه شو الموضوع. أكثر من هيك بنرجع بنشوف إنه نفس الموضوع بياخد عليه هون شفنا توقيع الوزير هو هذا شو لمين العقار أو هذا؟ إيه العقار خليك معي لأنه أنا العقار هو لأستاذ ثانية يا رياض لانك بدك هون بس ضروري على السلايد انا اسم العقار ضروري وضح بانه بحسب الماده 30 من قانون الموازنه العام 1990 ما بحق لهم حتى كاتب العدل ما بحق له يبرم اي عقد معمول على الاملاك البحريه، يعني ما فيهم اذا ما كان اخذ ترخيص بهذا الموضوع او حتى مش اكثر من ترخيص، يعني بده يكون معه اشغال مراسيم طالعه بتجوز له انه يعمل اشغال لهذه الاملاك. يعني فهو حتى يعني بس قبل شوي شفنا عقد عمليته انت مع حدا هذا اللي بالبترون عامله، هو مفروض كاتب العدل ما يمشي له اياه لانه هذا ما هو تعدي على الاملاك البحريه، على اي اساس عم يعمل له اشغال؟ هلا فيكم معارف يعني بس انه هاي هلا كله عموما اذا بنرجع لموضوعنا اللي عم تحكي عنه اللي بدهم يستردوا الارض من البحر. ايه انه البحر تعدى، عرفت كيف؟ انه عشرهم 40 يوم البحر عشرهم 40 يوم صار يتعدى البحر، فهني هلا عم يطالبوا يرجعوا ياخذوا حقهم من البحر. عم نحكي عن استاذ اللي حظي بهيدا الكتاب هيدا التوقيع وحظي ايضا بتمديده، يعني رجعوا مددوا له اياه لانه ما قدر عملها، رجعوا مددوا له اياه كمان فتره لا يرجع يردم البحر. ايه ما معه وقت. هو الاستاذ ناظم سعيد احمد، يعني بنرجع لشركه الدامور 850 شيم ميملام. هو ناظم سعيد احمد. هو طبعا انه معروف بمقرب من حزب الله، منه سرعة حدا يعني. ف لحتى نكون كمان دقيقين بنقل المعلومه منكفي رياض عايشتي الى يعني لك شو هالكومبينيشن، ما حدا معوف يعني. ايه بس مش يعني بين عايشتي والدامور في كتير لا عم بحكي إيه؟ عم بعطي مثل انه من الى طبعا ما حدا معه افريقيا كلهم بدهم يعبروا للدوله، بس ما حدا كل حدا عامل دويلته على الشاطئ البحري كلهم بدهم يعبروا للدوله، حدا ما انه عامل يعني كلهم بدهم يعبروا للدوله وكلهم عم بيقولوا بدنا وبدنا وبدنا ويا ريت ان شاء الله بنضلنا متاملين خير. منشوف اذا كمان ببين المستندات لانه عم نحكي احزاب مثل ما قلنا وسياسيين شو بين معنا هون حنبلش منشوف مبين معنا هون بهذه الصوره عنا كمان لوضحها اكثر عنا بلبنان الشمالي بطرابلس بالقلمون تعدي من الجماعة الإسلامية بحسب الأوضاع الأوراق الرسمية، وأيضا عنا تعدي آخر على عقارين كمان من الجماعة الإسلامية بالقلمون. هني هيك هيدا بالمستندات الرسمية هاي تبع وزارة الأشغال طبعا هون مش بين مقرب منهم كذا هذا لا هني هيك موصفينهم مش نحن عاملينه. منكفي منشوف طبعا كمان عنا بالأحزاب السياسية بيبرز اسم حزب البعث كمان حزب البعث بالهري بالبترون التعدي تبعه هو شالي حلو انترستينج اوكي. اذا بدنا نرجع بس لورا لحتى احط الامتار
لحتى عندنا 3100 ردم و115 بخصوص الجماعة كمان. الإسلامية لا حتى نكون واضحين حسب هون لأنه مهم كمان ينعرف المساحة. حزب البعث هو الشالية 80 أوكي 80 المساحة تبعها من كفة هون. خليكم هون هون كتير مهم رياض. ليش في علامة استفهام؟ إيه هون لأنه بدنا نعمل هيك شوية ما بعرف إذا هو رح يعرف حاله أو لا. بس إنه شركة اسمها هايد أواي اوكي هايد اواي هايد اواي هيك اسمها هي بالعربي اسمها هايد اواي ايه مش هيك انا قلت انه مش بدخل الاجواء طيب بشركه الهايد اواي على ايام هيدي الهايد اواي على ايام الوزير محمد الصفدي شو عم تطلب شركه هايد اواي بالبربارة؟ طلب الموافقه لانشاء ممر غير ثابت وبصوره مؤقته ضمن الاملاك العموميه البحريه بمنطقه البربارة العقاريه. اوكي طلبوا ممر غير ثابت انه اوكي روى الموضوع الكتاب من كفة منشوف انه بالإشارة الى اخره وبعد اجراء الكشف وبلا بلا بلا من كفة وقع لهم اياها وافق عليها اوكي شرط عدم التعدي على اي جزء من الاملاك العمومية البحرية او البحر. كنا منشوف التعدي من كفة هون مين منشوف انه وزير الاشغال والنقل هو محمد الصفدي رياض هو قدم لانه هو طلع صاحب شركة هايد اواي وجبنا شركة تسجيل هذه الشركة عم نشوف اسمه محمد احمد الصفدي أوكي. هو الوزير الصفدي وقع لحاله بس مش هون الخبرية يعني قال لهم انا بدي اتعدى انه انا بدي ما رح اتعدى انا رح اعمل شيء غير ثابت هلا منشوف كيف تعدى بعد شوي بس إيه بس انه اوكي بتوافقوا قال لك شو قولك يا حضرة الوزير محمد الصفدي بوافق لو الوزير محمد الصفدي يعمل هيدا الشيء قالوا طيب رح اعمل رح وافق اوكي بس هون على القليله على القليله حفاظا على ماء الوجه شو عمل منشوف انه هون في برف مين عبد الحفيظ القيس يعني في على القليله انه حدا قاطع قبله هيدي الورقه هون بتقطع لممر غير مؤقت اما من كف لنشوف انه شركه هايد اواي نفسها شو عم تطلب؟ طلب الموافقة على إضافة جزء على الممر البحري القائم هون بده يرجع يضيف هون ما قطعت على حدا رياض طلع شو عمل؟ راح خط عسكري راح خط عسكري لعنده قال له إيه إنه خلص شو بدي أستشير حدا تعرف شو بدي أعمل لحالي ما أنا بعرف وقع الوزير محمد الصفدي للوزير محمد الصفدي إنه يضيف هون تعدي آخر يضيف على الموضوع وهو وقع لحاله ولا أسهل من هيك عن جد بجمهوريات الموز ما بعرف إذا بتصير بما أنه كنا عم نحكي على الدمور ما بعرف إذا بجمهورية الموز بصير هيدا الشيء صراحة يعني ما في أوقح لا ما هو نمط متكرر من لأي وين مكان يعني لا مش بس عنده بس عنا بس أكيد بس لا في شيء مش مقبول يعني هيدا هو مثلا طلعوا هون المتحرك شفتوا للمتحرك طلعوا المتحرك الممر كله هيدا كله متحرك هيدا كله هيدا التعدي متحرك يعني كيف بيتحرك هو الموج بيتحرك عليه يعني ممكن هيك يكون متحرك ما بعرف يعني إلا بركب بالهزة لا سمح الله أو شيء حركه بس لا أنه مش مثبته لتحت بالأرض يعني إيه إنه لا عم بجرب إيه في اثنين تحته مهديينه يمكن رياض بس ما عم تحكي من الممر لهونيك كله منه متحرك إلا إذا معتبر هالخشبة يعني أو إنه هادي عصوصه نقطة ما بعرف يعني في شيء مش مقبول صراحة سنسول هذا على كل هيدي الصورة أيضا بملف لحصلنا عليه من الدوائر الرسمية من كفة لنشوف هون طبعا شفنا يعني العظيم شو عامل الوزير هيدا وي هون قال ما بده يتعدى طيب هيدي ورقة رسمية أيضا من وزارة الأشغال العامة شو بتقول تسديد الغرامات المترتبة عليكم نتيجة الإشغال غير القانوني للأملاك البحرية إلى آخره بالعقار رقم 45 من منطقة البربارة قديه متعدي 2705 مسطح مائي محصور بعد عام 1994 يعني بعد اللي سأل إيه؟ اللي ومساحات مردومة بعد عام 1994 624 يعني عم نحكي 2057 متر مربع بلس 624 متر مربع وقال هو موقع على حاله انه ما تتعدى يا استاذ محمد ما تتعدى على الاملاك البحرية انه عرفت كيف غير تعول العفو العام إيه؟ قبل ال 94 إيه؟ في هولي طبعا ايه منشوف كمان هون أوراق وزارة المالية هيدي من وزارة المالية شركة هايد أواي البربارة 45 طلع عليها 1,664,500,000 ليرة على 1005 دفع منها هلأ يعني مليون دولار تقريباً طيب إيه بس هلأ دفعوها ماشي رياض بال 2021 دفع ثلاث أقساط إذا محمد عم بقصتهم إيه بتعرف أوضاع صعبة
هلا استاذ محمد بركي منك عارف ب 30/5/2023 عندك دفعه مستحقه، يعني نحن حبينا هيك كمان نذكرك، بتعرف انشغالات كثير، 30/5/2023 عندك دفعه مستحقه، يعني بدك تدفعها اكيد مش على 1005، يعني بدك تدفعها لو تدفعها على 1005 بس انه ما خلص ما هو مش حيكون في اي تعديل على هذا الاساس كلهم هيك. تخيل ما حدا دافع للدوله قبل هيدي الازمه، لك مش مقبول، عملوا ازمه يستفيدوا منها، يعني عملوا أزمة ما عملوا فيها شيء إلا أنه استفادوا منها لا أكثر ولا أقل، كل المتعدين على البحر وعلى غير البحر. من كفة لنشوف الرئيس نبيه بر، الرئيس نبيه بر أوبا إيه إنيلي يلا إيه شو عم هو يلا الرئيس عم نهللك عم نعمل لك أكشن أوكي. الرئيس نبيه بر بالعقار 48 باليهودية، هو عنده تعدي زراعي على الأملاك العامة البحرية وهو تقدم بتسوية لتسديد المتوجبات الناتجة عن تسوية المساحة الخضراء أمام العقار ب 48 اليهودية. طبعا هذا المستند مش واضح، العقار له له ولا حدا؟ لا 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 له هلا له ايه طبعا لا له العقار. اوكي هون منشوف انه عفوا منشوف انه تلت الكمبيوتر ايه كله له خطوط حمراء الا نحن. على كل جمهورية اللبنانية وزارة الأشغال دفع الرئيس نبيه بري راح المحامي تبعه الوكيل علي فايز رحال وكالة عن مالك العقار راح دفع الداريات 700,000 ليرة لبنانية. شو؟ ايه تعدي قال زراعي انه هو هالقد، ما هو الرسوم كلها هيك بس انه انتبه 700,000 بس هو التعدي طلع على 700,000 على 1005 بالسنة 700,000 ليرة لانه تعدي زراعي بسيط بس ليك دفعوا أمانة، يعني دفعوا بال 2000 زي طلع معي 2022 امر القبض ايه انه 700,000 ليرة ايه بس انه 500 دولار يعني ايه انه 500,000 ايه 700,000 ليرة قال تعدي زراعي هذا التعدي. وهون لحتى ما كمان هو نبيه مصطفى بري هو صاحب العقار رقم 48 بمساحته يلي هي عم نحكي عن 41,112 متر. بسم الله لشو بعد في تعدي؟ انه اذا 41,112 متر مربع بعد بتعدى كمان؟ لا عن جد لا انه ما بعرف ايه ما هيك ايه ايه. طيب شفنا الاسم هون واضح، من كفه لنشوف هون كمان تعدي اخر من سياسيين اخر، عم نشوف كوجيكو غاز ستيشن وليد جنبلاط يعني نعم وليد جنبلاط عم نشوف جانب شركه المجموعه المتحده للصناعه كوجيكو تسديد الغرامات المترتبة عليكم نتيجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية بمنطقة الجية العقارية. عم بيقولون قد ايه انتم عاملين إنشاءات 6293 ومسطح مائي مفتوح 13,960 متر مربع، يعني كمية هذا بحسابات وزارة الأشغال، وعليكم 4,741,133,000 ليرة. يعني من 1005 شي 3 مليون دولار طبعا هيدي عم نحكي لما تقدمي. فاذا 4 مليار هون ما دفعوا لليوم، ما دفعوا اي شيء منها ولا على 1005 لانه قال معترضين على هذا المبلغ. ليه؟ معترضين انه لا ما مشي، مع انه شفنا الصوره ورا اذا بركي معتبرين انه في جزء من النكايات السياسيه انه هيك مثل ما هلا بيسمعوا بسمع بالروايات هلا طبعا كل حدا عنده جواب يجاوب، يعني نحن بنقول اللي عم نشوفه بالمستند وبالعين المجرده، يعني بس خليني اشوف هيدا يعني هون غير السنسول هيدا كل التعدي انه هيدا على القليله ندفع جزء من المعتبرينه متعدي انه 4 مليار بكل الدوله اللبنانيه استفردوا فيك، يعني ما بعتقد لا ما انه عنده او ما عنده واسطه ما بعرف. احنا بنعرض الوقائع يعني لانه الوزير غازي العريضي كان بوزاره احنا بنعرض الوقائع، نترك الحكم للراي العام. لا طبعا اكيد حبك لما تصير مسالم منشوف بدي اعمل يعني بدي اقوم شده من دينته يعني ما هو اذا عم نشوف كيف صار هيدا المبلغ 4,741,000 هيدا بالوصل كله سوا بكل وضوح، وايضا في تكليف اخر ب 812,765,000 يعني هيدا كمان تكليف اخر مش يعني هيديك او هيدي لا هو الاثنيناتهم مع بعضهم بالماليه. نطلع على ادي ساندز روجي ادي كمان عنده 1,320,055,000 عم نحكي على هيدي العقارات
181 مليون، يعني كل هذه المبالغ. تخلف عن القسط الخامس والأقساط اللاحقة، طلب استرحام كمان، طلب استرحام كمان، طلب استرحام. طيب هي الفكرة عن جد رياض، كل هيدي المنتجعات نحن عم نسمي منها البعض يلي واضح انه ما دفع، واللي واضح بجداول وزارة المالية، انه كيف يعني طلب استرحام؟ يعني انه كل هالشغل، وان شاء الله الله يزيد هالشغل، يعني كيف يعني طلب استرحام وما في دفع وما بيندفع رغم كل هيدا الوضع؟ يعني ما بعرف كيف بيقدموا هيدي الطلبات. على كل حال منشوف هون عنا بحارة صخر، أوكي، حارة صخر هذا التعدي لمين أنت بتقول رياض؟ هيدا بحارة صخر التعدي اللي عم نشوفه على الهواء، هيدي المسافة كلها سوا يلي من الطريق العام لجوا وكمان قبلها بس لجوا، هيدي كلها هي لوالد إبراهيم كنعان اللي شفناه عم نحكي بالفيديو عم بيقول إنه صحيح ولازم بس بدنا آليات وإلى آخره. شو وضعه؟ بكل الأحوال يعني واقع هو حارة صخر 290 باسم يوسف إبراهيم كنعان، 755 مليون و 675 ألف، دفع قسط واحد، تخلف عن 2 3 4 5 والأقساط اللاحقة. يعني ما اعترض مثل حالة وليد جمبري؟ لا ما بعرف إذا اعترض، بحسب المعلومات اللي معنا ما بس على أي بس تخلف عن دفع 2 ودفع فقط القسط رقم واحد. بس في رد هو يقول أنا ماني مسؤول عن شو معقول يكون بيع عم. إيه طبعا بيستوفوا نحن، بس ما فينا نحن ما نحط إيه يعني لما يكون هالقد معني بموضوع الأملاك البحرية وحكى عنه أكثر من مرة، ما فينا ما نكون عم نحط، وهو سياسي يعني بيو مش يعني إنه دم ما بيصير أملاك مي بالبحر، كيف ريال؟ ما هيك؟ منكفي. روجي عصام جميل الجميل، صراحة هون روجي وعصام جميل الجميل ما عندي جواب مين هن، بس ولكن ليه عم بحط اسمهم؟ لأنه المبلغ 6 مليار و549 و253 ألف، يعني عم نحكي بمبلغ كتير كبير وما دفعوا ولا أي قسط. يعني بركي قلنا نحن بركي مش عارفين بالأقساط، بركي منقلهم على الهوى أنه هالمبلغ كبير يعني لازم يندفع. أوكي منكفي لنشوف أيضا بعض التعديات، ومنا فريد هيكل الخازن، فريد وصالح ورشيد أو رشاد هيكل الخازن، عم نحكي بعقار 522 و 552 عفوا و 53 حارة صخر، مليار و 659 مليون و 495 ألف، هون دفع قسطين، تخلف عن القسط الثالث والرابع والأقساط اللاحقة، وهون أيضا عنده تكليف آخر ب 558 مليون و 268 ألف، تخلف عن دفع كافة الأقساط. يعني ايضا كمان هو هون عم نشوف هو وشقيقه وشقيقه الاخر يعني صالح ورشيد هيكل الخازن. هون كمان متحف نابو بالشمال، يعني عم نحكي بمستندات رسميه كمان، في وهيدا بتقرير بوزاره الاشغال قايلين انه انشاءات يجب انه تنزال وموجوده ضمن التراجع عن الاملاك العامه البحريه وتبلغ 12 متر، وبناء يتوجب ازالته، مؤلف ايضا ثلاث طبقات، قضبان حديديه تقطع التواصل على الشاطئ الرملي والى اخره. يعني كمان في تعدي على الاملاك البحريه بحسب المستندات الرسميه. وهون خلينا نوقف قبل ما ننتقل لهيدا الموضوع، نشوف شو قال رئيس جمعيه نحن محمد ايوب يلي هن قاموا بمسح على الأملاك البحرية، يعني المسح يلي اليوم عم بيقول عنه وزير الأشغال إنه نحن لازم نعمل مسح تنتحرك، إنه لا، ما في كتير أوراق فيك تتحرك على أساسها، في كتير أملاك أنت لازم تكون صدرتها من زمان، لازم تكون هدمتها ربما، لازم تكون شفت كيف بدك تستردها، لأنه القانون أساساً بيسمح لك. مش ما بنتمنى مش كل وزير يجي يخبرنا عن مسح جديد، لأنه هذا الشيء رح يأخر ورح يتعرقل المسح ورح يكون عنده حجة إنه والله ما قدرت أعمل شيء لأنه في مسح ناطره من غيري إنه يعمله. خلينا نحضر هيدي المقابلة مع محمد أيوب لنرجع نفوت بالموضوع الثاني. الوزارة حكيت عن 5 مليون متر مربع من الإشغالات على الأملاك العامة البحرية. نحن بتقول بالمسح تبعنا في 6.1 مليون متر مربع. يعني نحن زدنا من 2012 ل 2022. اعتبري انه هني دقيق كان تعولون. على الأقل زيد اليوم فينا 1.1 مليون متر مربع من التعديات. البداية انه اليوم في قانون بقول في تعديات ويجب إزالتهم. أوكي. وفي قانون محاسبة عمومية واضح، وفي القانون اللي هن جربوا يسووا
اعتداءاتهم. هيدا قال انه كل شيء ما بعد ال 94 لازم ينشال. طيب شو نعطي الوزير اليوم ليطلع قرارات هدم؟ هيدي ما بدها لا مجلس وزراء ولا بدها شيء، القانون معه، بدها إرادة سياسية. طيب وزارة الأشغال سلطة بإيدك يا معالي الوزير، وأنت تمثل جهة بدها تحارب الفساد كما تدعي. إذن في تعديات مش فساد، أسوأ من فساد، يعني في جرم كبير، حدا قاعد بأرض مش أرضه. شو ناطر لتحمل حالك وتطلع قرارات هدم وترفع بعد ما وتعطيهم مهلة على حسابهم، لأنه لازم يردموا، مش الدولة حتردم، هن لازم يردموا، وإذا ما هدموا تروح دغري مباشرة على القضاء لهدم على حسابهم وحطهم بالحبس. هيدي هالبداية. فاليوم البداية إنك تعطي رسالة بقدرتك وبسلطتك للمواطن تقول له أنا محل ما في تعدي ححد. مثلا هذا اللي معمر على المنارة، اسمها منارة بالاس، على الصخور، ما عنده مال ولا ملكية. طب هذا كيف بعده باقي حاطط صورة زعيم سياسي؟ كيف بعده باقي التعديات الموجودة بالبترون اللي حدا ما عنده عقار متاخن؟ كيف بعده باقي التعديات اللي بلشت بال94؟ كيف بعده باقي؟ أضحك شيء اليوم لصور للتسلسل الزمني لكيف جورج يزبك عمر بالبترون بتحوم. لما طلع قانون التسويات لاحظي كيف بيطلع قانون منلعبه، جاب حدايد حطهم على بعض، عندي الصورة ولا بتعرضيها، عندي كيف حطهم، وقال أنا متعدي قبل ال94 تعملي لي تسوية. راح حط حدايد وجاب الدرك قالوا لك أنا متعدي سوا، وهلأ جيب رخصة صيانة قاموا قالوا له أوكي بس عشرة ممنوع يكون في بطون، وراح عمل منتجع يا محلى الإدم باي ببيروت. فرانسوا بركات عمل نفس الشيء، كان في خيمة مهدومة من زمان بأمر من الدرك، أوكي، بأمر أنه في هيدي تعدي شايلينا. لما طلع القانون راح قدم على أساس أنه هيدي الخيمة موجودة وهلأ صببها بطون وعمل خيمة ما إلا تعمل إذا فيك تشوفيها، طبعا تمهيدا للمستقبل يعمل منتجع. فاليوم طلع قانون تعدي، أم شو صار الواحد يعمل يروح يتعدى؟ وعطيتك مثلاً وهو مستقيم بالصور شو كان في قبل وبعد، أوكي، وفي صور ساتلايت لما يقعدوا يقولوا لا، وعندنا صور ساتلايت الأوضاع كيف صارت. إذا عم نشوف شو عم بيقول تقريبا نفس الفكرة كنا عم نقولها، أنه في كتير تعديات قادرين نبلش فيها قبل المسح الجديد، رغم أنه طبعا جيد ولازم يصير. هو عم بيحكي هون عن أمر واقع مفتعل طبعا، وعم بيحكي حكي عن بالبترون، عن حادثتين، حكي عن العقار 203 بمنطقة تحوم و202 و177، حكي عن اسم رمزي يزبك وفرانسوا بركات. طبعا تأكدنا من المستندات لحتى نكون كل شيء دقيق، ومنشوف أنه مين هو رمزي يزبك. هو الشخص اللي قدرنا نلقط فيه وكالات وشراكة تجارية بينه وبين الوزير جبران باسيل بحلقات سابقة. منشوف أنه رمزي جورج يزبك بصفته مالك العقار 203 من تحوم العقارية، يعني هذا الحديث اللي حكيه مع الصور اللي عرضناها حتى ما نرجع نعيد الموضوع بس تنكون دقيقين بعرض الأسماء. وأيضا السيد جورج يزبك بصفته رئيس مجلس إدارة. أما فرانسوا بركات فهو اللي حكي عنه محمد أيوب، هو سهره للوزير أيضا جبران باسيل. ممكن تكون حجته أنه ما كل عم يعملوا هيك يعني صراحة نحن عم نحط نحن قلنا رح نعرض المستندات اللي وصلت لنا للأشخاص اللي منقدر نثبت علاقتهم التجارية بأشخاص سياسيين أو من عائلتهم أو هن نفسهم. هيدا اللي إيه بس أنا قصدي إنه ممكن تكون الزريعة إنه ما الكل عم يعملوا هيك. ما هلأ شفنا كمان استعرضنا مثلا بأنه ناس عم بتجرب بدأ يعني متهمة البحر إنه متعدي عليها. فإنه كل واحد بيجرب طبعا ليش نحن عم نقول إنه لا بس عم قلت إنه هو إنه كل شخص هو كلهم سوا عم بيشتغلوا، لأنه صار الاستثناء الإنسان اللي بينزل ينظف بحر. صار استثناء بلبنان الإنسان اللي بيقول أنا حقي أنزل على البحر، بيضحكوا عليه يقولك وين عايش أنت. يعني هي هيدي مش بالصدفة صار اللبناني يروح على قبرص ويروح على الكوت دازور ويروح على مناطق تانية ليحس ببحر نظيف أولا. اللي بيقدر طبعا اللي بيقدر يروح على بحر نظيف أولا ويروح على محل بيقدر ينزل فيه على البحر، مش إنه والله هيك استحلى. لا، ما نحن للأسف
حولنا لبنان لبحر اكتريته، بعد في قسم كتير كبير نضيف وان شاء الله بيثبت. بس لا هلا حيرد عليك وحجه ويقول خصوصي بالبترون، وحيقولوا لك ولو ما نحن من وراء هالاشياء اللي عم تحكي عنها، وانت هلا عم تتوقفي على هاي النقطه وهاي النقطه، بس نحن من وراء هالقصص عملنا البترون مرفق سياحي هام، وهلا هو من اهم الوجهات السياحيه بالبحر المتوسط، فبسيطه اذا عملنا هالكم تجاوز مثل ما عملوا كل اللبنانيين. فتحوا البحر لكل اللبنانيين بالعكس بيعملوا نهضه اكبر بكثير. ما هو بيعتبر انه هاي المنتجعات يعني عم بيعملها هي اللي عم بتحول البترون الى وجهه سياحيه. اول شيء يعني مع احترامي للشخص المذكور ومع احترامي لاذا كان في هناك انجازات، ولكن طبعا دائما بننسى انه في بلديه بالبترون، وهي يعني كله انا كل محل ناجح وفي نجاح انا بزقف لهيدا النجاح، اوكي؟ بس ولكن اليوم اذا بدنا نجي نحكي، نحن حكينا عن كل المناطق اللبنانيه، هلا انت رحت اخذتني على البترون. لا لا بالبترون اذا كل البحر، اذا كل البحر انا عم بارس هذا الدور لا لا نحن ما عطيهم حق الرد طبيعي بدنا نعمل هذا الارض. اوكي انا حقول لك انه اليوم لما يكون البحر اللبناني بيقدر المنتجعات تكون موجودة مصادرة بطريقة من الدولة اللبنانية لتستفيد، مش لشخص واحد يستفيد والدولة ما عم يطلع لها ليرة. هو بس يعني لنوضح فكرة للعالم، يعني بأهم الشواطئ السياحية حول العالم دائما بيكون الشط بمساحة كبيرة كتير منه هو متاح للعموم. هلأ ممكن البلديات تفرض عليك مثل بأوروبا يورو أو 2 يورو حق شمسية كذا، بس إجمالا جزء كبير من الشط بيكون متاح لكل العموم. ممكن بحالات استثنائية معينة بعض المنتجعات يكون لها مخصص شواطئ معينة ببعض البلدان، بس إجمالا بيكون الشط كله متاح لكل العموم، يسمح لبعض المنتجعات بأنه يحطوا على الشط يمكن يعني شو بسموها يعني شماسة لها بعدد معين، وتفرض البلدية عليهم رسم ضريبة مقابل هذا الشيء. هذه هي الفكرة من أنه الأملاك البحرية يجب أن تكون للعموم. يعني بعطي مثل ريو دي جينيرو، انت عم تحكي هي مدينه يعني شكلها يعني كتير هيك غريب، لانه تلاقي الفقراء موجودين بالجبال والاغنياء بيعيشوا على الساحل. دائما بنشوف هذه الحركه للفقراء بينزلوا من فوق لتحت على الساحل بالشاطئ وبيختلطوا مع الاغنياء عادي جدا على الشط. طبعا. ما في شطوط مخصصه او شواطئ مخصصه للاغنياء، حتى فكره او ذريعه انه واحد يطلع يقول انه والله انا لاني عم حول البلد سياحي منا زريعة مقنعة، علما بأنه إيه نعم يعني من سوليدار ونزول طالما عم نحكي عن 94. وهيدا طبعا تعديات بسوليدار، ما رحنا على زيتونة باي لأنه ملفها مش بذات الأشغال. هيك بصيحة وغيره وغيره إيدن باي. لكن أنا صراحة بقلك شغلة هلأ ما خص، بس أنا أخلاقيا بحس أوقات عندي دور يعني بيني وبين حالي. أنا صدقا بعلما أنه بعرف ممكن يكون يعني هاي أصحاب هاي المحلات واحد عم يستهدفها، في علما التعديات موجوده وين ما كان، بس في ناس اللي هن تعدياتهم كثير صارخه وواضح انه معموله بفعل اراده سياسيه، يعني مثل السوليدار وخلافه، بتجنب قدر الامكان او الزيتونه باي انزل عليها صراحه، خصوصا القضايا اللي بقى انا محقق فيها وعارف عارف قصصها، يعني عارف حجم الاحتيال يلي فيها على القانون، فوقع على المستوى الشخصي هذا القرار اللي باخده، بجرب قدر الامكان اتجنب انزل عليها. على كل هذا هيك على الهامش حكيناها. ايه ما هلا ما حفوت انا وياك بنقاش. بعد عندنا شيء بالاملاك البحريه؟ لا بالاملاك البحريه، بالاملاك البحريه خلصنا طبعا، يعني هذا المحل اذا في اي رد لوزير الاشغال اي شيء بالاخبار فينا نكون عم نتابع او اللي نذكره ضمن نشره الاخبار بنشرات لاحقه لحتى نكون عم نحط كل وجهات النظر، واي حدا بده يرد ويبرر ويوضح جاهزين لحتى نسمع رده والمشاهدين والرأي العام لقاله الحكم طبعا. بس عموما نحن هيك بالأملاك البحرية استعرضنا كل القوى السياسية، يعني حتى بالمستندات حرصنا بأنه ننوع، يعني من آيشتي إلى شخصيات مدعومة من حزب الله، من الشخصيات مقربة من التيار الوطني الحر، شخصيات مدعومة أو تدعم مقربة أو مقربة من حزب الله، المهم بموضوع السياسة من التيار الوطني الحر للحزب التقدم الاشتراكي الوزير السابق محمد صفدي. بعتقد نوعنا للسيد نبيه بري، نوعنا يعني ما حدا فيه يتهمنا بالانتقائي والاستهداف السياسي والاغتيال المعنوي والكاركتر اساسينيشن واخبار الرز بحليب.